والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهلا وبعد. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. على هذه الفاجعة التي ألمت بوطننا الغالي وطننا الجزائر وما فقد من خيرة أبناء هذا الشعب النبي، هؤلاء حمى الأوطان وحراس العقيدة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالله عز وجل أمرنا في هذه الحياة بأن نتسلح بالصبر وبالذكر والتضرع والدعاء وإقام الصلاة على التمام والوفاء. النافع والإخوة الكرام، رب العالمين عز وجل يمرض أهل الإيمان ثلاث خصلات. الخصلة الأولى أمرنا بالصبر في هذه الحياة، يمرض رب العالمين الصبر في الحياة الدنيا. علاش؟ لخاطر الدنيا ديون الميدان، زيون الحقل من التجارب، زيون الحقل من الابتلاءات، زيون الحقل من العمل. فالإنسان المؤمن لا بد أن يتسلح بالصبر ليجابه ويقابل بلطف هذه المصائب، هذه الابتلاءات التي تعتري حياة الإنسان هنا. الإنسان المؤمن الذي الحياة الدنيا يمرض رب العالمين عز وجل أسعو الصبر، أسعو الحلم، ليس على الخطر. لخطر الدنيا زيوس القاعة، زيوس الحقل، زيوس الملك. أدعى الإنسان أي مجر الإغفلال، أي مجر المصائب، أي الشدائد، زي ما رب العالمين عز وجل يربط الشجاعة بني آدم، يربط الصبر بني آدم. استعينس يمدينا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن سعوث الإعانة، سعوث التمسك، أداء العبادات، أداء الطاعات، الظنيف، الاستغفار، الإنابة، الدعاء. علاش؟ لخطر الإنسان المؤمن كلما يتمسك رب العالمين عز وجل أن يحصل إن مع العسر يسرا، أن يحصل كل شدة تتبعيد تنويف. كل ما الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل الدعاء، الاستغفار، الإنابة،
يتمسك بالبخيل إبليس كلما رب العالمين عز وجل يتسلطي في أشو يتسلطي في المصائب في بني آدم. قيل أن الدعاء والمصيبة يعتلي جاري في السماء. الدعاء أكل المصيبة ما لدس القمر الدنيا سمع بارا ألا ما تنزل المصيبة لسلط أف بني آدم الذي يقع. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المعية رب العالمين عز وجل أتسير أكثر الإسبار. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأن ابنها مات شهيدا في غزوة من الغزوات فبكت فقال لها أبشري يا أما إن ابنك وولدك الآن يطير في الجنة. تسأل أحد الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم تسروق إلي تخبار يستشهد ميز في غزوة من الغزوات للجهاد ضد العدو أشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم إني أستكمل بالشرار يا أمة الله أمين أهل في جنة الفردوس الأعلى إني أستكمل أهل ذاق الدين ذاق الجنة أريد حديث الآن في الجنة. رب العالمين عز وجل يرتب الصبر الجزاء وسعر الحساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مدافعا عن عقيدة التوحيد مدافعا عن الإسلام مدافعا عن تراب الوطن عاملا على استتباب الأمن والسلامة فهو مجاهد غازي في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم إخبراني كان عبد ليس عنده البوليس العقيدة عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الله هي العليا كلمة الله هي السفلى العامل الغازي الموظف مريك الذي روح الذي خذب فهو في سبيل الله. الإنسان أريد أفعاله في الدين في الإسلام أريد فذل على التمورث راية الوطن لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد في سبيل الله. لذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد قال خمس الذي يموت في سبيل الله والحريق شهيد والغريق شهيد والذي يموت بالهدم شهيد والمرأة الحامل شهيدة والمبطون المفجوع شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم امتعد أجر الشهيد امتعد معنى الشهيد إن الشهيد زوين لي جهدان غف سموث زوين لي خزمان غف سموث في الدين فلا إله إلا الله أليح بحدود الوطن حدود الدين التراب إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام بدون وطن لا يقام. الوطن بدون إسلام كذلك مكانه. لازم يكون مدافعين حين الوطن لوحدة صور فعراية التوحيد داخل الوطن. إذن كذلك الحريق. الإنسان يموت حريق ما تبغاكسينو طحت عليه لافيون كما إخواننا رحمة الله عليهم 257 شهيد
إثر هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بالجزائر أولا، بالجزائريين ثانيا، بذويهم ثالثا، هؤلاء نحسبهم عند الله من الشهداء بصحيح المنقول وصريح المعقول. نعم، الإنسان ما يمث ذي الغريقة البحار يغرق وين الشهيد، الإنسان يموت بالغريق بالحريق. كل حاجة سهلة على ربي سبحانه عز وجل، تكنولوجيا طائرة تطلع ما شاء الله، سمسم ربي سبحانه عز وجل دل أمانته. وهؤلاء البواسل جنبوا البلاد والوطن، كارثة حقيقية، كارثة حقيقية، باش ما طيحش تيارة على السكان دورها باش طيح في مزرعة. هذه الشجاعة، هذا الثبات، هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى، نحسبهم عند الله تبارك وتعالى من الشهداء. الحريق والغريق والميت بالهدر، لسان كيطيح عليه حاجة، مات تحت تراب، تحت الدير، مات في زلزلة، هذا الشهيد. المرأة النفساء الحامل كتموت شهيدة، الإنسان المبطوط الذي يموت شهيدا أيضا في مثل هؤلاء. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حال المؤمن أن يصبر، أن يحتسب وهو مؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، لتأتي البشارة من الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ربي عز وجل يعلق في الصبر، في التضحية، في الثبات، يعلق الصلوات بمعنى الرحمات من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشهداء. الرحمات من الله تبارك وتعالى لذوي الشهداء، لأن الشهيد يشفع في سبعين من أهله أمام المولى تبارك وتعالى. صح الحديث الصحيح عن رسول الله أن الشهيد للشهيد ست خصال عند المولى تبارك وتعالى، يغفر له عند أول قطرة من دمه. الشهيد القطرات تزول وتلا يغلي، الدم ينس، يعفو ربي تبارك وتعالى الذنوب، يعفو ربي سبحانه عز وجل الخطايا، يرفع ربي سبحانه عز وجل الدرجات. للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، الذي وليت فنسك جنة الفردوس، ويحلى حلة الإيمان. أسلك ربي عز وجل عن نفسه تاج الوقار، الحلة لأهل الإيمان، الحلة للمؤمنين، ويزوج من الحور العين متاع في الجنة، ويؤمن ويجار من عذاب القبر، ويسعد ديار الهول العذاب بالقبر أيها الإخوة الكرام، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار كذلك، ويشفع في سبعين
من أهله أي ولي أي شفاق الأهديس إسفعيل الأهدينس هذه فضائل الشهيد أيها الإخوة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نتضرع أيها الإخوة الكرام بقلوب خاشعة مطمئنة آمنة بقضاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشهداء. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا عزيز يا رحيم، اللهم يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من وسعت مغفرته كل شيء، اللهم انقلهم يا ذا الجلال والإكرام من ضيق اللحود ومراتع الدور إلى جنات الخلود مع الركع السجود في سدر منضود، في سدر منضود وفي سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود يا رب العالمين. اللهم اعف عنهم، اللهم عافهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم الهم الجزائر والجزائريين وذويهم الصبر والسلوان، اللهم اجرنا في هذه المصيبه، اللهم اجرنا في هذه المصيبه، اللهم اجرنا في هذه المصيبه يا رب العالمين، واخلفنا خيرا منها، اللهم تقبلهم يا رب العالمين الشهداء، وانعم عليهم مع النبيين والصديقين، وحسن اولئك رفيقا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا اخوه متحابين متعاونين متآزرين برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كم جمعة تعملين ورحمة الله دعاء وديك وشرف برس ذرية طيبة، اللهم ارزقه ذرية طيبة يا رب العالمين، اللهم افتح عليه باب الإنجاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كي واحد الإنسان تصدق بخمس بلايين للجامع نخلصوا بهم لي دي جون كتاب، إن شاء الله ربي أجره، ربي يبارك له في المال نتاعو، ربي إن شاء الله يرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا ووحد صفوفنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين.